تشرف مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بالترحيب بالسادة الحضور للاحتفال بتميز جامعة عين شمس في معرض القاهرة الدولي الأول للابتكار، والذي أقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يومي 19 و20 من نوفمبر عام 2014. ونود أن نرحب بالأستاذ الدكتور علي عبد العزيز علي بص، انا في ميتنج وهخلص واكلمك على طول دلوقتي. والسيد انا هخلص في ميتنج وهخلص وهكلمك على طول دلوقتي. هكلمك بعد ما اخلص على طول. اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بالجامعات المصريه. ونبدا الاحتفال بكلمه مدير مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بالجامعه الدكتور عاصم ابو المعاقي سيد احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بجمهورية مصر العربية، وهذا المعرض يعني سيصبح إن شاء الله معرض دولي، وتم وضعه ما بين قائمة المعارض الدولية العالمية للابتكار، ونسعد بوجود الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز علي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ودائما كانت توجيهاته للمكتب منذ البداية، المكتب بدأ من حوالي سنة، فمن أول ما بدأنا المكتب وكان توجيهاته أن نبحث عن الابتكار في الجامعة ونبحث عن المتميزين في الجامعة. والمكاتب مكاتب الابتكار تمت تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونشرف بوجود السيد اللواء الدكتور محمد الليثي المشرف على مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا في جمهورية مصر العربية ومساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. فبتوجيهاتهم الراشدة الجامعة والأكاديمية الحمد لله ربنا وفقنا إن احنا نشارك في هذا المعرض. المعرض كان فيه ما يقرب من 100 ابتكار من حوالي 40 مؤسسة علمية وجامعات في مصر. احنا شاركنا ب 18 نموذج للتكنولوجيا والابتكار، فكان تمثيل مشرف، وكان على مستويات مختلفة للأساتذة والباحثين، حتى بالنسبة للطلبة شاركوا في هذا الأمر اللي هو فريق العمل في كلية الهندسة. المنظومة الجديدة ديت إن شاء الله يعني تحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، إن شاء الله سيكون هناك حاضنات للتكنولوجيا في جامعة عين شمس، وبإذن الله يعني بنسعى جاهدين إننا يعني نلحق بمنظومة التكنولوجيا والحضارة والريادة اللي موجودة على مستوى العالم. زرنا مكاتب عديدة جدا مع الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز، مكاتب دعم وتسويق التكنولوجيا في جامعات مختلفة في أمريكا وألمانيا، بالإضافة إلى الدورات التدريبية اللي حضرناها. فإن شاء الله يعني أعتقد أن هذا المؤتمر بالنسبة لمعرض الابتكار والمشاركين في المعرض سيكون إن شاء الله النواة اللي احنا نبدأ بيها في الربط ما بين الجامعة والقطاع المدني، لأن حقيقة الجامعات في الخارج تم نهضتها بسبب التواصل ما بين الباحثين في الجامعة وما بين احتياج اللي هو القطاع المدني، فبيوجه الأبحاث توجه الأبحاث إلى حل مشاكل القطاع العام والصناعة، ونشوف التطوير اللي هم عاوزينه فنبدأ نوجهه. وإحنا بالفعل بدأنا دلوقتي في جمع يعني على محورين، بنشوف الدكاترة في الجامعة إيه المجالات اللي هم تميزوا فيها، وفي نفس الوقت بنشوف إيه الناحية الصناعية وإيه اللي محتاجينه، ونواصل ما بين الناحيتين وبعض. فإن شاء الله يعني دي تكون بداية طيبة، وأنا شاكر جداً لحضوركم النهاردة وتشرفكم في هذا اللقاء، ومشكورين كتير. شكراً. السلام عليكم. عين شمس فيها
يعني الإحصاء اللي مش دقيقة قوي، فيها 12,000 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، هي ممكن يكون فيها أكتر من كده. فأعتقد إن إحنا 18 ابتكار قليل قوي، مش كده؟ أنا متأكد إن في ابتكارات كتير جدا، أنا متأكد وعارف إن في ابتكارات كتير جدا، بس هي لسه إحنا مش عارفين نوصل لها، وهي مش عارفة السكة برضه، خلي بالكم، ولسه القاعدة مش واضحة، يعني لسه القاعدة والأمور مش واضحة. فأعتقد إن إحنا هنوضحها حالا إن شاء الله. أنا بس يعني أنا قلت أقول الكلمة دي قبل ما أنسى، لكن أنا برحب بالمنصة الكريمة وبرحب بالدكتور اللواء الدكتور الليسي اللي هو بيدعم، وأي احتفال في جامعة عين شمس بيجي وبيتابعنا من الأكاديمية، والدكتور عاصم أبو المعاطي مدير مركز التعاون الدولي ومجموعة التايكو كلها، والزملاء والأساتذة الأفاضل اللي احنا عارفينهم بالاسم، يعني كلهم معروفين وكلهم أعلام من أعلام جامعة عين شمس. فانا عشان كده برجع اقول لهم تاني، لا احنا عددنا قليل جدا على جامعه عين شمس، وجامعه عين شمس فيها اكتر من كده بكتير، وهتطلع اكتر من كده بكتير، وهتطلع اكتر من كده بكتير جدا جدا. اللي احنا بنعمله النهارده بس عشان في امور خاصه، لكن مش ده الاحتفال الحقيقي اللي احنا هنعمله. احنا في عيد العلم بتاع الجامعه، وفي مؤتمر الجامعه اللي هو عاملينه عن الابتكار، عن منظومة وطنية للإبداع لازم تبدأها الجامعات إن شاء الله. دي دوت إن شاء الله هيكون جاهز في أبريل، ولازم كلنا نبقى متواجدين فيه، والتايكو لازم يجي يقدم الابتكارات بتاعت الأساتذة ديت، ويعمل معرض واضح ليهم عشان يبقى قدام مجتمع الجامعة كله إحنا العلماء المتميزين لهم مكانة عندنا وليهم قدر عندنا. دي جزئية. جزئية التانية، الأكاديمية عمالة بتشجع في الباحثين والعلماء الشباب، وبتقدم لهم منح وعشان يعملوا ابتكارات. واعتقد الدكتور عاصم جمعنا كم تقريبا 18 بحث من الجامعة نقدمهم للأكاديمية للشباب الخريجين. انا بقول حاجة تانية كمان، خلال شهر واحد ان شاء الله، واقل من شهر، جامعة عين شمس نفسها مقدمة اوفر بخمستاشر ألف جنيه لطالب الماجستير، وخمسة وعشرين ألف جنيه لطالب الدكتوراه اللي الرسالة بتاعته أو البحث بتاعه يعمل ابتكار، الرسالة بتاعته أو الباحث أو النتيجة بتاعته تؤدي إلى ابتكار، تؤدي إلى فكرة، تؤدي إلى منتج، الجامعة هتدعمها، وهي رصدة أتليست لكل كلية من كليات الجامعة اتنين بس، مش لازم كلية تاخدهم. لو في كلية عندها أربعة وفي كلية ما عندهاش، من إحنا دي عملية تنافسية، وده السيستم اللي إحنا هنشتغل بيه إن شاء الله. وبالتالي كلنا أعتقد الانفايرومنت دلوقتي والجو دلوقتي كله بحث علمي، لأن ده توجه الدولة وده توجه السياسة العليا بتاعت الدولة. وإحنا كنا فين لما نلاقي الدولة بتهتم بالبحث العلمي؟ إحنا كعلماء بقى دورنا لازم نمسك في الأمر دوت، ونمسك فيه بشدة، ها، ونجري وراه بشده، ولو انه لسه ناقص شويه، ها، ناقص لازم ينمق العلاقه ما بيني وما بين المنتج بتاعي، لان انا اعرف علماء جامدين جدا وكويسين جدا جدا وبيطلعوا منتج قوي جدا جدا، بس الجامعه ما بتعرفش عنه اي حاجه. ولو انه هذا ليس ملكه، اللي انت بتعمله في جامعه عين شمس والابتكار والنتيجه واللي انت بتطلع بيه في جامعه عين شمس، هذا ليس ملكك على الاطلاق. لا، ده ملك جامعة عين شمس، ده الحقيقي، الحق بتاع ربنا يعني، هو ملك جامعة عين شمس، وأنت لك فيه الحق الأكبر. لكن كونك تروح توديه في حتى أبعد من عين شمس، ربنا هو لا يحاسبك. ورقي الدولة والارتقاء بتاع الدولة والمنظومة هو لا يحاسبك، خلي بال حضرتك. احنا زرنا زي ما الدكتور عاصم قال كده، احنا لفينا مكاتب التكنولوجي ترانسفير في العالم كله، في العالم كله تقريبا شفناها، والتكنولوجي ترانسفير ونقل التكنولوجيا والابتكار والتايكوز في الدنيا كلها. انت عالم قاعد في معملك بس بيوفر لك اللي انت عايزه، والمنتج مش بتاعك، المنتج انت لك فيه نسبة كبيرة جدا جدا، بس هو حق للجامعة والجامعة اللي تتصرف فيه. لكن انا اعرف علماء كتير جدا يطلع منتج اول ما يبقى بروميسنج بيخرج بره الجامعة، والجامعة ما تعرفش عنه اي حاجة. وهي دي القضية الجامدة جدا جدا اللي لازم الدولة تعرفها كويس.
النهاردة أنا جايين بتوع الديجيتال لايبرري بيقولوا لي إيه، إحنا دخلنا 20,000 رسالة في السيرفر بتاع الجامعة صوت يعني، مع 20,000 فكرة، وفي 70,000 فكرة لسه مرمية تحت في المكتبة في المخازن بتاعت المكتبة. 90,000 فكرة دول من 90,000 عالم وباحث في جامعة عين شمس، لمين؟ رايحين فين؟ صرفوا فلوس، صرفوا ملايين الملايين. الأكاديمية ما شاء الله بتصرف، والبحث العلمي بيصرف، والجامعة بتصرف، والدولة بتصرف. أنا بحث دوت لمين؟ رايح فين دوت؟ ها؟ فإحنا يعني برجاء اهتماماتنا بالأمور دي تبقى أكتر من كده. يعني ده المفروض، يعني المفروض القيادة السياسية والدولة دلوقتي عمالة تقول بحث علمي وابتكار وتكنولوجي ترانسفير، المفروض إحنا بقى نمسك فيه بإيدينا وسناننا. بس هي كمان لازم تساعدنا بتقنين الأوضاع، لازم تساعدنا بتقنين الأوضاع. المكاتب دي اللي الأكاديمية يعني ماشية وراها وبتزق فيها زقة قوية جدا يعني المكاتب دي كلها مونيتورد، متابعة، حتى لما بتنزل شوية بنلاقي الأكاديمية واخدة بالها أكتر مننا وبتنبهنا عليها. المفروض يبقى لها دور أوضح من كده، المفروض يبقى ليها رولز وقوانين أوضح من كده بشكل واضح، تنمق العلاقة ما بين الباحث والجامعة والتكنولوجيا الخارجية. المفروض كمان الدولة توجه الأبحاث. يعني ليه الليسي بيقول لي احنا نطلع ونوريهم؟ ما احنا بطول عمرنا بنطلع ونوريهم وهم بيصطادونا، بنطلع ونوريهم وهو بيصطادنا افراد فرادة. لا، احنا عايزين سات اللي هو عايزين توجه من الدولة. الدولة تقول احنا محتاجين كذا يعني، والعلماء لازم يشتغلوا كذا مش بمزاجهم، ويشتغلوا ويطلعوا للدولة. لكن احنا هنطلع ونوريهم، هم شاطرين جدا وعارفيننا كويس وعارفين امكانياتنا وعارفين احنا بنعمل ايه. فهو بيعرف العالم اللي بيطلع حاجة وحاجة منمقة لانه لسه ما فيش رؤوس تحكمه، عارفه وبيجيبه وبياخده وبيطلع اللي هو عايزه. فدي منظومة محتاجة لسه محتاجة ان احنا نحطها في وضعها الحقيقي ونصابها الحقيقي، لان هو ده دورنا وهو ده اللي احنا بنعمله في الجامعة، هو ده دورنا واحنا اللي بنعمله في الجامعة. فأنا برحب بيكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم ده احتفال بس مبدئي كده، لكن إن شاء الله في مؤتمر الجامعة اللي احنا عاملينه عن منظومة وطنية للإبداع، وهنجيب الخبرات المختلفة وهنجيب النظم الوطنية للإبداع في العالم كله وهنعرضها في المؤتمر عشان نقول لكل الناس ادي السيستم يتحرك ازاي، وادي التريبل هيليكس يتحرك ازاي، وادي الأكاديمية مع الاندستري مع الكوميونيتي بتتحرك ازاي، وهنقول اللي علينا والباقي يبقى على ربنا. بتمنى لكم التوفيق وبشكركم جدا، وان شاء الله نحتفل اكتر واكتر ان شاء الله. شكرا جزيلا. والكلمه الان للسيد اللواء الدكتور محمد عبد العليم الليثي، مستشار رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على مكاتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا، فليتفضل سيادتك. بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن الاستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بتوجه بالتحية والتقدير للأستاذ الدكتور علي عبد العزيز نائب رئيس الجامعة، والدكتور عاصم أبو المعاطي المشرف على مكاتب نقل التكنولوجيا، وبأشكر حضراتكم وأرجو أن يكون كلمتي هي توضيح للمهمة اللي بتقوم بها الجامعة، مش بهدف الأويرنس عن المهمة، لكن بهدف الاستفادة والتلاحم مع منظومة البحث العلمي بالدولة لتحقيق الهدف اللي بننشده كلنا لصالح بلدنا. البحث العلمي كان بيشتغل، وده حضراتكم كلكم عارفين، بيشتغل في بحوث أساسية بنسبة عالية جدا، في إحصائيات عندنا لهذا الكلام، و المنتج بتاعه كان ينشر بيبرز، وعلى أقصى تقدير يعمل براءة اختراع، ومحطوط بعيد عن المجتمع والمجتمع مش شايفه. ده كان الشغل الشاغل. نيجي الآليات اللي كانت موجودة، مشروعات تخرج للطلبة في كليات العملية، عايزين نعمل مشروع، بنديله فكرة سيزس كده يعمل ويطلع، يغير في 1 وفي 2 ويطلع يعمل سيموليشن وخلاص وخلص الموضوع، وهكذا في الماجستير والدكتوراه. مش بقلل من هذا، لأن هذا بيخلق معرفة اللي هي القاعدة الأساسية للبحوث التطبيقية والتكنولوجية، ده حقيقي. بس ده عمله ستورينج
وما عملنالوش بروسيسنج علشان يطلع ليه فاليو ادد في المجتمع وحل مشاكل المجتمع. من هنا كان فكر البحث العلمي هو نجيب منين الموضوعات اللي نبحثها. الموضوعات اللي احنا بنبحث فيها هي اساسا مشاكل المجتمع، سواء كانت مشاكل صناعيه او زراعيه او خدميه. لازم المشاكل دي تبقى اوبن بوك للباحثين، ومش على المشاعر كده، لازم نعمل لها سيستم ونعمل لها اليه. نمره اتنين، افكار بتطرق لافراد، افكار ابتكاريه هتوصل الى تكنولوجيا، هتوصل الى فاليو، قيمه نستخدمها في البحوث التطبيقيه. فدي بنسميها ابتكارات فرديه، فكره بتجيله، ولازم يبقى عندنا حاجه زي بنك الابتكارات ده، والبنك بنك الافكار ده، عشان نبدا يبقى ده جزء من السبلاي للباحث، يبقى ده جزء من السبلاي للباحث. والتاني اللي هي المشاكل، والتالت والمهم جدا استراتيجيه الدوله في حل مشاكل الدوله. الدوله عندها مشاكل متعدده، وهذه المشاكل بتبقى في مجالات محدده، الميه، الزراعه والغذاء، الطاقه، الفضاء، الاتصالات. المجالات دي محددة في الدولة بالفعل، وهذه المجالات دي برضو انبوت للباحثين، ولابد أن ما يبقاش كلام عام بالشكل ده. أكاديمية البحث العلمي باعتبارها هي الليفل الثاني بعد الاستراتيجية، يعني هي اللي بترسم السياسات للبحوث، واخدة في اعتبارها الثلاثة انبوتس دول. الثلاثة انبوتس دول هما اللي بنصل منهم الى بروجكتس محدده، الى مشاكل محدده. طيب حتى لو عملنا هذا الكلام ونقول للجامعه خدي والمركز الابحاث خد، ما هو عندنا غير الجامعات ومراكز الابحاث والقطاع الخاص، وفي جمعيات مدنيه بتشتغل برضو في هذا الشغل، ما نقول له خد. طب وبعدين لو قلنا له خد وبس، والدراع ده جاب المشاكل واداها له، يبقى الدراع الثاني مقطوع. الدراع الثاني بقى المفروض يبقى عندي دراع وهارت، دراع وبروسيسور. البروسيسور يدعم عملية البحث دي عشان يطلع أوتبوت بشكل تطبيقي مفيد، يصل به إلى الإنتاج فعلا، الإنتاج الحقيقي. عشان كده كان هناك فكرة التايكو، تكنولوجي انوفيشن كوميرشاليزيشن اوفيسز، اللي هو مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا. له دراعين وبروسيسور. الدراعين دول دراع بيتحسس المشاكل على الثلاث محاور اللي انا قلتهم، والدراع والبروسيسور بيدعم الباحث في معمله. انا مش عايز اشغل الباحث بقى اقول له هجيب لك منحه ازاي، وهجيب لك فلوس ازاي، وهمولك ازاي، وتعمل ايه، واجيب لك معمل منين. لا 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 لا، هو قاعد الراجل قاعد هو مايند كنترول، ما هوش ماسل كنترول، هو عايز ماسلز حواليه بقى تشتغل وتعمل. هنا هو ده الدعم الداخلي للباحث. الحاجه الثالثه، الخارج اللي طلع ده، الخارج اللي طلع منه بيطلع في مرحله معينه، ممكن يطلع قوي، يطلع في براءه اختراع، ممكن يطلع في بيبر. لازم يحصل انتجريشن ما بين الحاجات دي علشان يبقى فيه نوع من البحوث التطبيقية لحل المشاكل اللي جاية من الثلاث محاور دول برؤية متشافة من فوق. من هنا كان المكاتب نقل التكنولوجيا أو دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، ودي بتنقسم ببساطة جيدة جدا لثلاث مكاتب. المكتب الأول بنسميه مكتب الجايكو. الجايكو ده اللي هو جرانت، اللي بيدعم الباحث فيه، يوري مش بيوري له، بيجيب له المنح الدولية والمنح المحلية، وازاي يكتب، وازاي نكتب له، ازاي نكتب له، مش يكتب هو، وازاي نكتب له بروبوزل للحصول على المنحة بالشكل المفيد، ونتابعه ونعمل له سبلاي للمشاكل، ونقول له المشاكل اهي هتشوفها. هو مين ده بقى؟ حضرتك مشرف على مشروعات تخرج للطلبة، حضرتك مشرف على ماجستير، ده باي ديفينيشن مشرف على دكتوراهات، حضرتك عندك
الترند انك تعمل ابحاث وتبقى باحث وتشارك في هذا. عندي اربع دومينز شغالين هم، لازم الدومينز دي تبقى واضحه ليا وانا شغال فيها. اكاديميه البحث العلمي بتدعم كل هذه المحاور جوه الجامعات والمراكز البحثيه، مراكز البحثيه في الدوله سواء كانت مراكز تتبع وزاره البحث العلمي او مراكز تتبع الوزارات المختلفه او الجامعات او حتى ان يعني احنا بنعمل دلوقتي بندعم الفكر في المدارس. المدارس برضو ما الولاد دول طالعين ممكن يقول فكره ظريفه جدا، وده حصل فعلا في معرض الابتكار ده، في ابتكارين فازوا من احسن الابتكارات اللي اتعملوا من طلبه لسه في ثانوي، فده برضو محور احنا بنشتغل عليه. يبقى المكتب الاولاني ده مهمته دعم الباحث، المكتب ده مسؤوليه حضراتكم عين شمس، مسؤوليه عاصم، هو ده مسؤوليه عاصم انه بيشغل ازايكو. انا هقول بعد كده ايه الصعوبات اللي مقابلانا واحنا بنحلها ازاي، لان حضراتكم المفروض شركاء لفكرنا في الادمنستريشن لهذا العمل عشان نصل الى البر الامان في اضافه فاليو ادد لحل مشاكل المجتمع. الحاجه الثانيه التسك ده اللي هو مكتب دعم البحوث ببراءات الاختراع والملكيه الفكريه، هو اللي بيعرف الناس ويعمل والملكية الفكرية شكلها ايه وتعمل ايه ونصيبك ايه وكده، هو ده شغال اوكي. وده بيجي يتزاوج مع التي تي او اللي هو نقل التكنولوجيا. بقى التكنولوجيا دي طلع منتج في مراحله المختلفة، لانه ممكن اعمل الاول بروتوتايب، ممكن البروتوتايب ده احوله لمنتج صناعي وعلى لوت صفري اختبره اعمله ديكومنتيشن، كل ده الباحث مش هيعمله لوحده، لكن المراحل دي احنا بندعمها الى ان نصل الى منتج دوكومنتد وليه بيزنس بلان ويعرض على المستثمرين ويتحول الى سبين اوف في شركه كبيره، مش شرط شركه يعني عشان ما بتكلمش في الصناعه بس، شركه كبيره انتاج زراعي زي محاصيل القمح، واحنا بندعم كل ده. يا سبين اوف يا اما اس ام اي، شركات صغيره بيقودها طلبه. ومثال على كده، احنا السنه اللي فاتت في السنه اللي قبل ثوره 25 يناير، لان احنا تقريبا حصل هولد خلال 2011 2012، وبدانا السنه دي ان شاء الله مشروعات التخرج. كان في 4 من جامعات الجمهوريه عاملين مشروعات التخرج وصلت بيهم الى شركات صغيره ناشئه، وحاليا اتخرج وراح شركته وعمل شركته واشتغل وشغل 10 معاه واشتغل وبقى زي الفل. احنا عايزين هذا يحدث، هذا هو هدفنا الرئيسي، مش هدفنا ان احنا ندكومنت كلام وافعال وحسابات وفيوان وفيتو. اوكي دي قاعده معلوماتيه لازم تتحول الى بحوث تطبيقيه وتكنولوجيه واحنا ابريشيت، بس ما بقاش دي 95% ولا 99%، وبعدين حاجات سنجولاريتيز بس هي اللي بتسعى الى التكنولوجيا. تعريف التكنولوجيا يا فندم هي تحويل المعرفة إلى اقتصاد، ده تعريف التكنولوجيا بأبسط التعريفات، أحول المعرفة، والمعرفة دي إحنا بنخلقها في معاملنا ومع ناسنا وبدراساتنا وبنحطها حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا، لا لازم الكلام ده يتحول إلى اقتصاد عن طريق بحوث التطبيقية اللي هتحل الأربع حاجات اللي أنا قلتهم أو المشاكل اللي جاية من الأربعة. إحنا بقابلنا مشكلة الحقيقة في إدارة، وده كلام صريح جدا. الدكتور علي قال إحنا زورنا ناس وزورنا، وأنا زرت وتربيت في أحضان مكاتب نقل تكنولوجيا في دول مختلفة. إحنا عندنا مشكلة الحقيقية، المشكلة هي الـ HR اللي بيدير مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا. الـ HR، وأنا بطالب وفي كل جامعة بقول وفي كل مركز بحثي، أن القائمين على هذه المكاتب لابد أن يكونوا ديديكيتد لهذا العمل عشان أفرغ الباحث، دول يبقوا ديديكيتد لهذا العمل. وإحنا عملنا، إحنا أنشأنا من سنة تقريبا 28 مكتب في 28 جهة بحثية وصناعية وجامعية، ودعمناهم لمدة 2 سنين، وإن شاء الله بعد السنة الثانية هيبقى عنده هو المفروض، طموحاتنا انه عنده حاجات بيبدأ
يبيعها. الكلام اللي بيقوله الدكتور علي كل واحد بيعمل حاجة ويجري ويعمل، لا ده يجي من هنا عشان في رياليتي وفي عقد وفي ملكية فكرية. يبقى المكتب ده هيبقى بدأ يدخل له مدخلات عشان يدعم الباحثين الآخرين، وإحنا إن شاء الله بعد السنتين دول، لأن إحنا بنقيم أعمال المكاتب دي بطريقة منظمة جدا، بطريقة في السنة الأولى كان لنا أسلوب تقييم وفي السنة الثانية لنا أسلوب آخر، فاينالي في آخر السنة الثانية تقييمنا هيبقى هو المكاتب دي عملت كام شركة ناشئة، عملت كام سبين أوف، طلعت كام تكنولوجيا الناس عايزينهم، وهكذا. هو ده التقييم النهائي، في تقييم فرعي بيقود إلى هذا ماشي. القضية هنا هي قضية الكوادر، الكوادر اللي بتدير هذا الكلام. أنا مصطدم الحقيقة بأنه الناس لسه وده مش ذنبهم، أنت ما تحاسبنيش إلا ما تعلمني، أما تعلمني حاسبني، ده مش ذنبهم. إحنا عملنا السكيلتون وعملنا ده وبنعمله، عشان كده إحنا برضو بدأنا، وبقول لحضراتكم تجربتنا، بدأت أجيب عروض تدريب في هذا المجال من بره ومن جوه. احنا عندنا جامعة النيل، ودي أصلا كانت مبنية على التكنولوجي، والجامعة الأمريكية، وعندنا بعض الشركات المالتي ناشونال اللي تشتغل في الموضوع ده، وجبنا عروض من بره، ولكن لقينا العملية فيري كوستلي. واحنا لازم بنبص، أما بنبص للأبحاث كلمة بحث بس ما تكفيش، لازم أبص أني أنا هتكلف إيه، أقل تكلفة وأحسن جودة في الإنتاج، هو ده يعني، لازم أقل تكلفة وأحسن جودة. مش شرط أنا أروح داخل، أنا ما يهمنيش، أنا عايز البحث ده شغل استراتيجي يصرف ملايين ومليارات وخلاص، لا لا مش كده. بعد ما جبنا هذا الكلام عملنا كوميتي، بقالي 6 شهور عملنا كوميتي تدريب للكوادر دي في المجالات المختلفة، وعملنا سيليبس استنسخناه من كل اللي أنا قلته ده، عملنا سيليبس لستاشر كورس، وستاشر كورس دول هيتدرب عليهم رئيس المكتب، وهيتدرب عليه الرئيس الجايكو، رئيس التسك، رئيس التي تي او. هم 16 كورس، لكن كل واحد ليه كورسز معينة عشان نديله بوتنشيال ازاي هو يعيش في هذا المود. هنبدأ هذا البرنامج ان شاء الله. وبالمناسبة احنا داعمين التدريب للمكاتب، وداعمين مكافآت للعاملين، وداعمين ازاي يساعد في براءات الاختراع، ازاي يساعد في الببليشنج، ازاي يساعد في حضور مؤتمرات، ازاي يساعد، داعمين كل ده. وان شاء الله احنا مستمرين في دعم المكاتب الناجحة بعد السنتين برضه، يعني بعد السنتين احنا مستمرين، لان هذا الموضوع هو موضوع بنعتبره هو قلب التحول من اللابحث الى البحث. هو ده الموضوع ده، اللي هو الربط ما بين البحوث والخدمات الصناعية والزراعية والصناعية. والاستاذ الدكتور وزير البحث العلمي بيعتبره هو ده مشروع الربط الحقيقي للبحوث بالصناعة، وهو بيولي اهتمام شخصي لأن هذا الموضوع فعلا. وده اللي أنا بقوله، أن القيادة لازم تبقى شايفة وبتدعم وبتعمل، وده حقيقي موجود. أما عن المعرض الابتكار، معرض الابتكار ده اتعرض أما بدأنا نقول يا ناس، احنا قلنا نشوف البلد فيها ايه، فما بدأنا نقول يا ناس قدموا، احنا تقدم لنا 1250 ابتكار، ما بين فكرة وبراءة اختراع وعينة أولية وعينة إنتاجية وعينة صناعية عملت شركة. احنا ده كله تقدم لنا في المعرض، وكنا سعداء بهذا. وتقدم لنا بعض الحاجات من بعض الدول العربية، اللي هي اعتقد الإمارات وعمان والكويت، برضو بعض الأفكار. واحنا عملنا كوميتي كده، صفينا الحاجات دي، لان كناش ممكن نعرض هذا الكلام، لكن هذا الكلام موجود عندنا على قواعد بيانات. صفينا هذا الكلام الى 205 موضوع اتعرضوا في معرض الابتكار. سعدنا بالكلمه الجميله دي الحقيقه، واي ابتكار سعد له دكتور عايزين نطلع بالي وقالي تكبر شويه وتعمل وراها تانية تطورها وتوصلها حته ثانيه، اعتبرها كلها فائزة عشان الجامعة ان شاء الله. المعرض القاهرة دولي الأول للابتكار.
دكتور محمد وكيل كليه الزراعه للدراسات العليا والبحوث. زياده الانتاج الكمي والنوعي لغذاء ملكات النحل الاستاذ الدكتور محمود عبد السميع. آلة حديثة لصناعة الزر الأستاذ الدكتور يحيى حمام. إنتاج هديد من الأرض الأستاذ الدكتور أحمد جلال. الدكتور عامر مكرم علي. الجيل الجديد للمستشارات الحيوية للكشف عن مسببات الأمراض. ثالثا مشاركات معهد الدراسات الخاص عميد معهد الدراسات والبحوث الجينية. أستاذ الدكتور عادل ياسين. استاذ الدكتور حمد السيسي. كان هناك شوف شريف.